الآن نربط الاتصال بمراسلنا في رفح أحمد البطة. أحمد، ضعنا في صورة الأوضاع العسكرية والإنسانية لديك. أهلا نادين، نتحدث عن عدد من الشهداء في مدينة رفح خلال ال 24 ساعة الأخيرة. 4 شهداء، 3 بقصف استهدف منزلا فجر اليوم في منطقة خربة العدس إلى الشمال من المدينة، وأيضا شهيدة أخرى من النازحين جراء إطلاق نار من الزوارق البحرية تجاه المناطق الغربية لمدينة رفح، أو على الأقل تجاه ساحل مدينة رفح وخيام النازحين. هذه الاستهدافات هي سلسلة استهدفت المناطق المختلفة في قطاع غزة، كانت أيضا الساعات الماضية والليلة الماضية مكثفة بقصف المنازل في المحافظة الوسطى، وقد أدى ذلك لاستشهاد عشرات المواطنين في مخيم انتصارات. في منزل واحد كان هناك 36 شهيدا، بينهم نساء حوامل، بينهم أيضا أطفال، وأيضا هناك مفقودين تحت أنقاض المنازل المدمرة في تلك المناطق، من بينها مخيم البريج، مخيم انتصارات، وأيضا نتحدث عن منطقة المصدر. مدينة خان يونس أيضا شهدت قصفا مدفعيا طاول المناطق الشمالية الغربية وأيضا الغربية ووسط المدينة وشمال شرق المدينة وأيضا المنطقة الشرقية، لكن المنطقة التي يتمركز فيها الاحتلال منطقة القرارة. هذه المنطقة الآن تشهد يعني أضرار واسعة في المنازل، نسف لأحياء سكنية، وأيضا تمركز لآليات الاحتلال في مناطقها المختلفة في ظل استمرار القصف المدفعي تجاه المناطق الشمالية الغربية القريبة من مواصي مدينة خان يونس ومواصي أيضا ساحل بلدة القرارة. وهذه المنطقة المكتظة بخيام النازحين التي شهدت عددا من المجازر خلال الأسبوع الماضي على الأقل، وأيضا عدد كبير من الجرحى تجاه هذه المناطق أو في محيطها بسبب شظايا هذه الاستهدافات التي واصلت إسقاط هذه القذائف تجاه وفي محيط هؤلاء النازحين. وأيضا نتحدث عن غارات استهدفت المحافظة الوسطى ومدينة غزة وشمال القطاع، خلفت شهداء وجرحى في منازل عدة وفي أبنية، منها بناية سكنية كبيرة كانت قد استهدفت في منطقة حي الرمال وكان تحتها عشرات المفقودين. الغارات الإسرائيلية متواصلة، لكن على الأقل التطور الحاصل خلال الساعات الأخيرة هو وصول مساعدات إلى مدينة غزة وشمال القطاع. منذ أشهر لم تدخل هذه الشاحنات بهذا العدد ولا حتى بتأمين من أحد، كان هناك تأمين من قبل عدد من العناصر الأمنية، وأيضا نتحدث عن دخول هذه الشاحنات من الطحين والمساعدات على قلتها. أيضا نادين، نتحدث عن أزمة كبيرة، أزمة جوع ومجاعة محدقة بتلك المناطق التي تحتاج لأكثر من 1000 شاحنة يوميا لسد جوع الأطفال والناس هناك، والتي شهدت أيضا استشهاد 27 طفلا ومسنا بسبب نقص الأغذية والمواد الغذائية المختلفة، في ظل أيضا أسعار جنونية في ما تبقى من بضائع وما تبقى من خضروات موجودة في أسواق المناطق الشمالية لقطاع غزة، منها مدينة غزة وشمال القطاع. لكن هذه المرة على الأقل شهدت تطورا في عدد الشاحنات التي دخلت، وأيضا في تنظيم وصول هذه الشاحنات لتلك المناطق. لربما إذا ما وزعت هذه الكميات نادين بصورة أفضل من العشوائية التي كانت تشهدها في ظل استهدافات الاحتلال عند دوار الكويت أو حتى عند دوار النابلسي، الذي كان يتعمد استهداف تلك المنطقة وتجمعات المواطنين عند اللحظة التي تصل بها الشاحنات، تزيد من عشوائية توزيع هذه فعل الشاحنات أحمد، ولا هذا تصل في لأكبر الشمال. عدد من المستفيدين، في ظل أيضا حديثنا عن نعم، بالفعل هذا في الشمال. هل من مساعدات تدخل من نعم. الجهة الجنوبية للقطاع؟ المنطقة الجنوبية نادين يدخلها المساعدات أيضا بأعداد شاحنات قليلة من معبر رفح البري، شاحنات معدودة، وأيضا شاحنات من الجانب الإسرائيلي أو من الداخل المحتل على قلة هذه الشاحنات أيضا.
لأننا نتحدث عن اكتظاظ كبير للنازحين، قرابة 2 مليون فلسطيني من النازحين ومن السكان يتواجدون فقط في منطقة خان يونس ومدينة رفح وبالامتداد إلى المحافظة الوسطى. هذا العدد الكبير يشكل ضغطا شديدا على ما يصل من مساعدات ومن بضائع، حتى لأننا نتحدث عن حاجة يومية لأكثر من 1000 شاحنة يوميا لقطاع غزة أو على الأقل للمناطق الجنوبية، وفي ظل ذلك ما يصل هو شحيح لا يكفي لكل هذا العدد من السكان ومن النازحين، وما يصل من بضائع وما يباع في الأسواق يباع بأسعار مرتفعة جدا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. هو الفرق البسيط ما بين الشمال والجنوب أن الجنوب يدخل بشكل يومي عدد بسيط من الشاحنات، وعلى قلة ذلك يخفف ذلك من حدة الأزمة الإنسانية، لكن هذه الأزمة ممتدة وكبيرة جدا، وحاجة الناس ضخمة جدا، وأمام العدد الكبير ما يصل إلى الجنوب يعني لا يظهر ولا يخفف كثير من وطأة هذا العدوان، لكن على الأقل الفارق البسيط أن الشمال لا تصله الشاحنات بشكل يومي، وتتواصل المناشدات بضرورة إدخال مساعدات بأكبر قدر ممكن نعم من الشاحنات في ظل الأزمة المتواصلة. وأيضا في جنوب القطاع هناك مجاعة محدقة في ظل الاكتظاظ الشديد، وأن ما يوجد لا يكفي لكل هذا العدد. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات، مراسلنا في رفح أحمد البطة.